معانا عبر الهاتف الإعلامي أحمد المالكي. مساء الخير. مساء النور عبد المحسن، حياك الله وضيوفك الكرام. شفنا لك عبر السوشيال ميديا فيديوهات اللي قاطعت من خلالها التيك توك. صحيح. علمنا كيف شايف هالخطوة من قبل الشعب السعودي بشكل عام. خطوة غير مستغربة، اليوم السعودي والسعودية هم كالجسد الواحد في جميع المواقف التي تسيء إلى وطنهم. السعودية خط أحمر لدى كل سعودي وسعودية، وهو مقيم أيضا على أرض السعودية. في أحد المواقف سئلت لماذا ذكرت وقلت أن السعودية أو التيك توك سيذهب إلى مزبلة التاريخ. باختصار وبكل بساطة لأنه اختار لنفسه أن يكون كذلك لدى السعودية والسعوديين بشكل خاص. اليوم التيك توك في بيانه الهزيل الذي صدر وتحدثتم عنه وتحدث عنه ناس كثر، بيان هزيل ضعيف متناقض. سياسة الكيل بمكيالين هي المضحكة في هذا البيان. كيف تسمح لشخص أن يسب ويشتم ويسيء، وتسمح أو بالأصح لا تسمح للطرف الآخر أن يدافع عن نفسه؟ كيف تحدث تغريدة أو منشور تقول اللهم احفظ المملكة العربية السعودية؟ هذا يدل بشكل قاطع وما لا يدع مجال للشك أن التكتيك بمكيالين. أنا كنت ناوي أسألك يعني، بس أنت اختصرتها على موضوع مزبلة التاريخ. أنت وصفت التيك توك بأنه خلاص ذهب إلى مزبلة التاريخ.